مع ازدياد أعداد الطلبة عاماً بعد آخر، تسعى إدارة كركوك إلى إنجاز مشاريع استراتيجية تسهم في توسعة جامعتها، حيث وضع محافظها راكان الجبوري حجر الأساس لإنشاء مبنى خاص بكلية التربية الرياضية بتكلفة بلغت 4 مليارات دينار، كخطوة أولى للبدء بنقل 11 كلية تقع خارج حدود الجامعة. احنا وجهنا انه في سنة 22 يعني ستمنح الجامعة مبالغ تستطيع ان توسع من بنائها. طبعا هذا استحقاق واستحقاق اهل كركوك. احنا نعرف انه الطلبة في تزايد، اكو اقبال عليها ايضا. كركوك الان يداوم بها طلاب حتى من جنوب العراق، يعني للاطمئنان على اطمئنوا على طريقة المعيشة وعلى الامن. بنفس الوقت الجامعة تستحق دعم سواء كان من الوزارة أو من المحافظة. احنا نتأمل انه في سنة 22 ستكون هناك صروح جديدة وكلية جديدة تبنى في هذه، وواحدة منها كلية الطب ان شاء الله. نقدم شكرنا وعرفاننا الى إدارة محافظة كركوك المتمثل بالسيد محافظ كركوك المحترم على هذا المشروع وعلى منحه لنا هذا المشروع. حقيقة هذا المشروع الحيوي الكبير الذي يضخ بالحياة داخل الجامعة، أول مشروع من نوعه لمدة سنوات لم تقام مشاريع داخل هذا المجمع. هذا المشروع هي بناية كلية التربية الرياضية. حقيقة سيكون لهذا المشروع دور أساسي في تخفيف زخم الطلاب للباقي الكليات وأيضا لكلية التربية الرياضية حاليا موجودة خارج المجمع. بمساحة 650 متراً مربعاً باشرت إحدى الشركات المحلية بإنجاز مبنى الكلية الذي يستغرق قرابة 500 يوم، بناية يتألف تصميمها من 4 طوابق. مشروع عبارة عن بناية كلية التربية الرياضية، بناية مؤلفة من 4 طوابق مع السرداب جزئي، يعني مو السرداب مو يشمل البناية كلها أو جزء من عدة السرداب. البناية تقريباً مساحة 650 متر مربع. البناية متضمن مجموعة قاعات دراسية ومختبرات وغرف إدارية. الطابق الأرضي يتضمن 4 مختبرات، البقية الطابقين قاعات دراسية كبيرة وصغيرة. كل قاعة يعني الكبيرة تقريبا 64 متر والصغيرة 40 متر مربع. طيب. وغرف إدارية 10 غرف إدارية. كل ما يتضمنها بناية. مدة الإنجاز؟ مدة الإنجاز 550 يوم. صرح تعليمي جديد خصصت هذه الأرض لإنشائه، وهو يمثل بداية الانتقال الفعلي للكليات المتبقية خارج الحرم الجامعي. الإدارة هنا تعمل جاهدة على اكتمال هذه الجامعة بأركانها. من داخل جامعة كركوك، عبد الله العامري، قناة الفلوجة.